اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه صناره. هعمل النهارده جمبري سبايسي وهعمل معاه رز بالجمبري والخضار. هبتدي بالجمبري السبايسي. المكونات: جمبري وسط متنظف بالديل، بودره ثوم، خل، صلصه، ليمون، هريسه، بابريكا وشطه باودر، وزنجبيل باودر او جنزبيل. هحط طاسه على النار، هسوي جمبري الاول وبعدين اعمل الصوص. هطلع الجمبري بعد ما يستوي علشان ما يبقاش واخد نار زياده ويبقى ايه ينشف. حط معلقتين زيت زيتون، واحط الجمبري. نخلي بالنا واحنا بنحط الجمبري ما يبقاش فيه ميه علشان ما يبتديش يغلي، يبقى ايه مظبوط. اهم حاجه بس نبقى ايه نشيل ظهر الجمبري عشان هو مش مضر ولا حاجه بس طعمه بيمرر. نحطهم كده ايه، نتاكد ان كل الجمبري واصل لقاع الطاسه علشان يبقى ايه يستوي مظبوط. هجيب بقى بوله اكبر شويه ومعلقه، وهاخد على حسب بقى عايزينه سبايسي قد ايه. انا هحط معلقه واحده كبيره مليانه، هحط البابريكا كلها، واحط شويه صغيرين من الشطه عشان انا حطيت هريسه، فهريسه وشطه هيبقى حراق قوي قوي. ونحط الزنجبيل البودره، وهاخد معلقه من الصلصه، واروح اقلب الجمبري واحده واحده. لما بحط الجمبري يستوي الاول وبعدين اطلعه في طبق تاني وبعدين ارجعه تاني في الصوص، ببقى مطمن ان هو ما حصلش ان ايه يستوي زياده وينشف، او يعني يبقى يفقد اللي جواه اللي هو العصاره اللي جواه عشان هتخليه ينشف. هاخد ليمون، شويه من الخل، هحط بقى شويه كده من الليمون هنا اطفي بيه الطاسه، طلع الجمبري كله. حاول بس ما اخدش الزيت اللي موجود ده تحت علشان هكمل بيه بقيه الصوص في نفس الطاسه. ارجعها على النار، اخلط بقى المكونات اللي هيعمل الصوص السبايسي. واحتاج شويه من الميه لان لو حطيت الصوص كده ده على النار عشان فيه صلصه هيبقى محتاج ربع او نص كوبايه ميه علشان يدوب الصوص مع بعضه. وهاخد ربع كوب من الماء، هقلب بس كده ياخد غلوه صغيره علشان يبقى ايه اقدر اطلع اللي لازق في الطاسه من تحت ده عشان ده فيه طعم الجمبري، يبقى الصوص نفسه بطعم الجمبري. وارجع تاني هنا الجمبري كده، احط عليه شويه من الخضره، نقلب. سهل ومفيهوش اي حاجه، حتى مفيهوش اي تقطيع ولا اي حاجه خالص. ناخد بقى الطبق ده، ده كويس. ناخد كل اللي موجود في الطاسه ده، هو ده الصوص السبايسي. لو مش عايزينه بقى سبايسي ممكن نستعمل كاتشب، ممكن نخليها بس بصلصه الطماطم وخلاص.
كوتج وطماطمايه كده ولون اخضر. وطبعا لو عايزين نزود هريسه نبقى ايه بالهريسه. يبقى اول طبق كان جمبري مشوي بالهريسه سبايسي. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم رز بالجمبري والخضار. خليكم معايا بعد فاصل. رجعت من الفاصل، عملت جمبري سبايسي، هعمل دلوقتي رز بالجمبري والخضار. المكونات: رز بسمتي مسلوق، جمبري وسط متنضف، بطاطس مكعبات مسلوقه، فاصوليا مسلوقه، بسله جزر مسلوقين، ثوم، بصل، حبهان باودر وشبت. هحط طاسه على النار واحط زيت نباتي، نقول مثلا ايه معلقتين لتلاته. وهبتدي الاول هسوي الجمبري الاول وبعدين اشيله في البوله او في بوله تانيه نظيفه، وبعد كده اشوح الخضار وبعدين احط كل المكونات مع بعض. احط بقى الجمبري انا زودت الزيت عشان ما اعترفش ان انا احط زيت تاني وانا بحط الخضار. معلقه فلفل اسود كده واقلبه. وهنسيبه دقايق اكون جهزت البصل. هقطع البصل كده شرايح، ودايما عينينا تبقى على الحاجه اللي على النار عشان الجمبري ما بياخدش وقت خالص. يعني تقريبا على ما اكون خلصت البصل والثوم هيكون ايه الجمبري خلص. لسه شويه، هاخد فصين ثوم. خلي بس ايه ترتيب المكونات اللي هتحط في الطاسه يبقى مظبوط، يعني البصل الاول وبعدين الثوم علشان مفيش حاجه تاخد سوا اكتر من الثانيه. طلع بقى الجمبري. كل السائل ده انا عايزه عشان فيه طعم. كده الجمبري تلات ارباع سوا، هيبقى لما يتحط مع بقية المكونات هيكمل سواه. هاخد البصل شوية من الملح، وأقلب كده كويس لحد لما البصل يطرى شوية شوية صغيرين، مش يعني مش عايز ياخد لون بس ياخد ايه يفك من بعضه كده وينزل الطعم اللي فيه ويبقى فيه شوية لسعة كده بتروح. الثوم، واول لما ريحه الثوم تطلع ابتدي بقى ايه احط الخضار. طبعا احط البطاطس اول حاجه لان البطاطس هي المكون القوي اللي ممكن تاخد شويه وقت. لسه شويه كده على الثوم. بطاطس مسلوقه طبعا عشان لو حطيناها في النار كده وهي سليمه هتاخد وقت كبير جدا ومش هتبقى مستويه زي بقيه الخضار، فلازم تبقى مسلوقه يا دوب بس بتاخد طعم الايه البصل والثوم والفلفل والجمبري اللي احنا مسويين في جمبري. وبعدين الفاصوليا الخضراء، بسله بالجزر. يعني البسله بالجزر ممكن تطلع من الفريزر على طول تتحط في النار ما فيهاش مشكله، يعني درجة سواها بتبقى راجعة لحضراتكم. ممكن نخليها تستوي قوي او ممكن نخليها تبقى طرية. هو خضار، فالخضار عادة فايدته بتبقى في الايه في ان هو ما يستويش قوي. ده حبهان باودر، وهياخد معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. وقلب كويس. وبعدين نحط رز. المفروض
الرز يكون ملحه مظبوط، لو مش ضابطين ملح الرز هنزود عليه شويه ملح دلوقتي. نقلبه كده كويس، وبعدين الجمبري اللي كان استوى في الاول. ممكن بقى نعمل كده اسهل، كده رز بالجمبري والخضار وعليه يعني نقول ربع كوبايه من الشبت، نخلي الشبت في الاخر علشان طعمه ما يمررش. يبقى اول طبق كان جمبري مشوي حار بالهريسه، تاني طبق رز بالجمبري والخضار. الف هنا وشفا، اشوفكم في حلقه جديده.